والعناية بأمر حدود الحرم حقيقة يعود بالتأمل يعود إلى أمرين عظيمين. نعم. الأمر الأول وهو إدراكنا لمكانة هذا الأمر عند الله، والأمر الثاني إدراكنا لوجود الحاجة. أما للمكانة فتبين لنا، وليس شيء أعظم من أن يعني يدل على مكانة الأمر عند ربنا جل جلاله أنه يبعث أمين الوحي جبريل مع خليل رب العالمين ليضعوا حدود الحرم. إذن هذه قضية تكفي لبيان حقيقة المكانة.